عجبني بالحكمه الجريت ديفنس منذ البدايه. شوف الضغط، شوف الضغط، كريم زينون بيحاوروا على الباسكت، كريم بياخذ شوت صعب، اول باسكت لكريم زينون بالجيم. كريم زينون على فكره بهال 7 بوينتس كره فاست بريك عند كريم زينون، وعلى فكره الفريقين رياضي عنده 22 نقطه على الفاست بريك، والحكمه عنده 19. وحاليا ممنوع اكو دينج او كريم عز الدين يعمل اي فاول، ممنوع تعمل اي تورن اوفر لانه مع النادي الرياضي اللي بيضيع بيستعمل، ووزير الدفاع راح اول ذا واي. وكريم زينون اللي سجل 18 بوينت المباراه الاولى، 0 بوينت المباراه الثانيه. كريم زينون يا مارتين وفاز ببطوله اسيا ثلاث مرات، النادي فاز الرياضي فاز ببطوله اسيا مارتين، وكريم بيحاول يسجل 3 بوينتس على الارك، بياخذ اوبن شوت. كريم زينون حاليا ببدايه رائعه، اعتراض رائع من كلي انتوني ايرلي، لكن هذا مش رائع ابدا هذا التيرن اوفر. اول دانك لتون ميكر بقمصان رياضي، لا باسكت بول ديربي بيروت. المباراه الفاصله، الفريق راح يربح، راح يروح يلعب جورجان، وحاليا راح الموسيقار. واو شو لعيب، لعيب يا كريم زينون. نقطه الطاقة الامير مفروض يريح شوي على الملعب ويرجع مع نهائي. برودريج عقل بيعمل تشيك ان على ارض الملعب لاول مره مع كلي انتوني ايرلي مع اكوب دينج. الحكمه لازم يقاتل اثر دقائق هذا الكوارتر، يحاول يعمل الكامباك شو ما كان، رغم النتيجه عاليه، رغم انه الموسيقار بياتي ب 3 بوينتس رقم 2.